بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الحمد لله الأحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، الذي ما اتخذ صاحبة ولم يكن له شريك من الذل، وخلق من كل شيء زوجين، خلقنا محتاجين له، وكان الصمد الذي لا يحتاج أحد. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامج علم وعمل. الأسرة المسلمة إذا صلحت أصلح الله بها أمماً، من أساس صلاحها توحيدها لله عز وجل. مصدر ثبات التوحيد في الأبناء أو عدمه هم المربون والقائمون على رعاية الطفل. كل شيء تشوفه أبنائنا في هواتفهم أو ألعابهم الإلكترونية قد يحتوي الإلحاد أو الشرك المنتشر ونحن لا نشعر، وهذا أهمال نتحمل مسؤوليته بلا شك، فلابد من التوجيه والمتابعة. تربية أبناء على التوحيد من أساسيات في صغرهم. من الوصايا العظيمة التي خلدها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه وصايا العبد الصالح لقمان لابنه، ومن أعظم هذه الوصايا قوله سبحانه وتعالى عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول الوصايا وأعظمها توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، هذه كانت أول الوصايا من هذا العبد الصالح لابنه وهو يعظه ويعلمه أصول الدين. وهكذا إذا تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد من دعاء الأنبياء ومن سؤالاتهم لله سبحانه وتعالى أن يقيم هذا الأمر في أنفسهم وفي أبنائهم، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إننا نعيش أيها الأحبة في موجة إعلامية يطلع فيها أبناؤنا وبناتنا على كثير من المسائل وكثير من الشبهات التي تنشر الإلحاد في المجتمع المسلم، فما أحوج الأبوين أن يعظموا ربهم سبحانه وتعالى في أنفسهم وأن يستشعروا هذا الأمر وأن يعرفوا أبنائهم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآياته الدالة على توحيده، يعرفونهم بالله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا ويعظم هذا الأمر في قلوبهم، فإن هذا من الأهمية بمكان أن يعتني به الأبوان في ظل هذه العولمة وفي ظل انتشار الشبهات في مواقع التواصل.
لا يكشف الكرب إلا الله، لا يسعد إلا الله، لا يعطي إلا الله، لا يقوي إلا الله، لا ينصر إلا الله، لا يرزق إلا الله. لذلك روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: من أتى عرافا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفه حينما يصحب أصحابه على دابة مثلا، يستغل هذا الجانب وهذه الصحبة في أن يبث معاني تعزز في المسلم تعظيم حق الله سبحانه وتعالى. قوالب بسيطة، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وكان صغيرا كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قوالب، كبسولات بسيطة، لكن حفظها ابن عباس وهو غلام صغير ولم ينسى هذا الموقف. وحينما كبر روى لأصحابه هذا الحديث وهذا الموقف الذي جمعه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي يبرز فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات من ذهب حق الله سبحانه وتعالى في أن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن ندعو الله وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحفظ حقه في العبادة. وصحب يوما معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، أتعرف ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة. إذا سردت قائمة الحقوق، رجاء ليكن حق الله أولا. نقطة مهمة هي عدم ترك أبنائنا للبرامج دون تحصين، وعدم إرسالهم لبلدان تأثر فيها يعني شبهات أو تثار فيها شبهات على الدين من دون تحصين. إذا علمت زين التوحيد والدين يمكن غيره بالعكس يتأثر فيه ويهتدي، لكن المشكلة إذا ترسله من دون ما تعلم دينه بشكل صحيح وبشكل كافي، وتلاقيك يعني أشبعته بدراسة كل شيء إلا الدين، فهذه مشكلة خطيرة، ويرجع وعنده أفكار يعني يمكن معادية للدين، نعوذ بالله من ذلك، أو إلحاد. الله يثبتنا وإياكم على دينه القويم وصراطه المستقيم، ويرزقنا الإخلاص له والتوحيد. هذا وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. علم صحيح وعمل لله خالقنا الأجل، فهما طريق جنة وسعادة لمن ارتحل. علم صحيح وعمل لله خالقنا الأجل، فهما طريق جنة وسعادة لمن ارتحل. والبيت أمن وسكن، بثباته يزهو الوطن، فيه التماسك نعمة.